السلام عليكم ورحمة الله، كي داير الشباب؟ كل شيء بخير. اليوم كما وعدتكم كنت غندير اللايف على واحد الموضوع مهم اللي هو خاص بالمقاولات، واللي هو كان بعنوان كيفاش نوفروا وقت وجهد وفلوس غير من الحديد. كنت غندير اللايف الساعة الانترنت شوية صافا، فقلت من الأحسن أنني نديرو نسجلو، وهكا غيكون كاليتي مزيانة و ميم طو غيقدر يستافدو من الدراري في أي وقت. واخا، قبل ما نبداو الموضوع ديالنا، دابا نبداو بعدا غير في المشاكل اللي تيطيحوا فيها لي زونتربيز، وعاد ديك الساعة نقلبوا على الحلول. المشاكل اللي متعلقة بالحديد اللي تطيح فيها لونتربريز بزاف هي جوج الحاجات تقريبا. أول حاجة مسألة الوقت، وأن المقاولات يدير عليها وقت بزاف باش تفاصوني الحديد أو باش تعرف كيفاش غتحط الحديد، وغالبا تطيح اكبر مشكل اللي تديرو شنو هو انها تعطي الفيريور هو يقطع الحديد من الراس، وهذا اكبر غلط تيديرو لي زونتربريز الصراحه. علاش؟ لانه ما يمكنش ان اونتربريز تلقاها كبيره وتمشي تسول الفيريور شحال خصك ديال الحديد هذه المره، تيدير هو هكا تيشوف في الشونتي طن طن تيقدر تيقول له فوالا راه خصني انا 10 طون ديال الكدا وخصني 5 طون ديال هادي وهاد. الوغ حتى لهنا ما عندنا حتى مشكل. من بعد ما تيجيو لي بلون بيطو ارمي من عند البيرو ديتيل، تيشدهم الفيريور وتيبدا يقطع الحديد على كانتو كما تيعرف من طبيعه الحال، فما يمكنش هو غادي لوجيسيال لا غيعرف كيفاش يقطع الحديد ويوفر منه. هو على حساب الخبره ديالو تيحاول ما امكن المقدور ديال بنادم انه يوفر الحديد لونتربريز وما يكونوش لي شيت بزاف. الوغ هضرنا على مسألة الوقت، وهضرنا على أن الحديد تيتعطى غلط ديال الحديد تيتعطى الفيريور. شنو تينتج على هادشي؟ هذا تينتج هو أنه تيدير الحديد بزاف. تقريبا الحديد اللي تيدير في الشونتي، وهادي ربما غتكون صدمة بالنسبة لكم، ما بين 9% تال 14% ديال لو شيت بيرد، شي حاجة تضيع. تخيل معايا مثلا، انا حاط قدامكم واحد البلون اللي هو واحد الدال، هي واحد الدال هذه مخدومه بواحد الطريقه بواحد التقنيه معينه باش توفر الحديد، رغم من بعد غنرجعوا ليها، ولكن غير تخيل معايا هاد لا دال، هاد لي بار هادو اللي تشوفوهم غير لي بار اوريزونتال، مازال لي بار فيرتيكال، وهادو غير لانفيريور. تخيل معايا هادو غير لانفيريور، هاد لي بار هادو اللي تشوف ديال الحديد غير ديال لانفيريور ديال واحد الدال. دال هكا فيها 25 ولا معرفت شحال، وهاد الحديد اللي تتشوف دابا كيما تنديسيني ليكم غير لانفيريور، هذا غير لانفيريور غير التحتاني، غير الحديد التحتاني. وتخيل معايا هاد الحديد هذا، يعني ملي خدمنا بهاد التقنية هادي بواحد اللوجيسيال، تعطيك في الاخر بانه البوا الجينيرال اللي غادي تكونسومي في هاد لادال هذا هو 42 طن، هذا غير لانفيريور ديال لادال 42 طن. واخا اجي حسبت السيبيريور، وها كما قلت لكم هذا لوريزونتال، يعني هاد لوريزونتال غيجي عاوتاني واحد الناب فوق منه، غتجي واحد برا فوق منه على هكا في لادال، غتجي واحدة أخرى هنا. تخيل معايا 40 طن فوا دو ولا 42 طن فوا دو، عاد اجي جيب الحديد اللي غيجي هكا، غيجي فيرتيكال، يجي فيرتيكال على هاد لادال هادي. انا غنحاول نديسيني لكم الشيما باش يبان لكم. تخيل معايا هاد الحديد عاوتاني اللي غيجي هاكا، تا هو حسب له 40 طن وعاد لتحتاني. واخا، علاش تنحاول انا نحسب لكم هادشي هذا باش تشوف شحال ديال الحديد تيداع في شونتي. واخا هادي 40 طن، وهاد لا ناب هادي 40 طن، وهادي نحسبو ليها تاهي 40 طن، واللي فوقها منها 40 طن. واخا ناخدو كالكيلاتريس وندير واحد العملية حسابية بسيطة، ناخدو ديك 40 طن يعني هي 40000 كيلوغرام، نضروبها في 4 يعني 4 لي ناب يعني فيرتيكال هوريزونتال، غتعطينا 160000 كيلوغرام ديال الحديد. هادي غير في دال بلان. واخا الحديد اللي تيضيع لي شيت اللي تيضيعو في الشونتي تقريبا كما قلت لكم ما بين نفس 9% حتى 14%، شي حاجة خيالية. حنايا نقولو ماشي 14%، نقولو غير 9%. فتخيل معايا ضرب هادي في 9%، 0.00
غتعطيك تقريبا 14400 كيلوغرام، يعني تقريبا 14 طن تضير تتمشي. واخا هاد 14 طن نحسبوا ليها، او 14400 كيلوغرام نحسبوا ليها غير 10 دراهم للكيلو، كيلو ديال الحديد، بلا ما نحسب الترونسبور ديالو الى اخره الى اخره، غنحسبوا غير هاد الحديد هذا داير 10 دراهم، لو غنضربوها في 10 دراهم غتعطينا تقريبا 14 مليون و 4000 درهم. يعني في هاد لادال هادي اللي وريتكم دابا، هاد لادال هادي غدير 14400 درهم، 4000 درهم. واحد يقول لي لا فوالا هاد الحديد هذا راه ما تيضيعش، لاننا حنا تنشدو هادوك لي شيت شنو تنديرو ليهم، تنخدموهم شي حاجه واحده اخرى بحال هاش، بحال دابا مثلا عندنا لي شابو تنشدو مثلا داك الحديد ديال 14، وحنا عندنا لي شابو ديال 12 وتنخدموهم فيها، وتيحسب راسو ما تيضيعش. لا تضيع، علاش تضيع؟ لانه داك الشابو ماشي ديال 14، هو ديال 12، وانت خدمتي له 14 اذا ضعتي. فنقول لنفرض مثلا انه هدنا في بورسو، هدنا في بورسو ما تضيعش كامله، نقسموها على جوج، نقولوا غير النص ديالها اللي تضيع، بطبيعة الحال النص ديالها غادي يضيع، الوغ النص الاخر انت تستخدمه، النص الاخر راه مشى، انت دخلتيه فعلا في الباتيمو، ولكن هو راه ضايع، لانك انت ملي تتشد الحديد ديال 14 وتديرو الشابوات ديال 12 ولا 13 راك ضايع، راك ضعتي. الوغ هاد المسألة ما تقدرش تحسبها انت، ما تقدرش تحسب شحال ضعتي في الحديد. انت تيبان لك لانه انت يا راه ما ضعتيش، راه خدمتيه في بلايص واحد اخرين، ولكن الا جيتي تشد شاك بار وشحال من كيلو غادي تضيع فيه، غتلقى بحال دابا مثلا هاد لادال اللي مشات فيها تقريبا 7 مليون و2000 درهم، 7 مليون و2000 درهم راه مونط. انا تنهضر لكم دابا غير على ضياع ديال واحد القيمه مباشره، ضياع ديال واحد المونطو اللي هو مباشره تيضيع، ما كاينش لا، فهمتي؟ واخا نجيو نهضروا على مساله واحده اخرى. احنا هضرنا على واحد المونطو اللي بطريقه مباشره تيمشي، اذا ما عندك ما دير له. نهضروا على مساله واحده اخرى، شنو هي؟ هي مساله الوقت. دابا انت الفريور ملي تجيب له، ملي تجيب له واحد بلون بيتوهرمي كلاسيك اللي مخدوم بطريقه كلاسيكيه بحال هاد لادال هادي، تيجي تيقول لك فوالا، تيدير لك واحد كوب تيب، وتيدير لك لي بار غادي بحال هكا، حنا نحاولوا نديسينيو شي حاجه، غيدير لك لي بار بحال هكا بطبيعة الحال، وغيدير لك واحد ليسباسمون ديال 15 سنتيمتر هكا مثلا، وغيجي هنا كذلك ومثال، غيدير لك واحد البار هنا، هادي دال تيب اللي تعطيو للناس كلاسيك، ما يحمقش راسو هو يعطيك بلون ديزي واللي هو نهضرو عليه كحل. فغيجي هنا غيعطيك هادي، وغيجي غيكتب لك عرفت، غيكتب لك تكست، اكتب لك بان هذا مثلا واش تعرفوا لي زونتربيس دي 14 اسباسمون ايتيكال 15 سنتيمتر اكور هكا يدير لك، يقول لك هذه راه تي 14 اسباسمون 15، وكذلك ومثال بالنسبه للبره الاخرى حتى هي تي 14 ولا تي 12 الى اخره. هذا بلون تيب، ما نديسينيش مزيان، ولكن بطبيعة الحال لي زونتربريز عارفين كيفاش تيتعطى واحد البلون تيب. هذا القداد الصاغ غيدير لك بحال هكا، وغيقول لك فوالا دو ناب، وشنو غيعطيك؟ غيعطيك كوب، غيدوز لك واحد لاكوب هكا، وغيقول لك فوالا ها لاكوب كي دايره، وهذا حديد تي 14 والفوقاني تي 12 معرفت شنو الى اخره. ما علينا، هنا فين تيوقع الاشكال؟ الاشكال انت ملي تجيب هاد البلون هذا اللي هي هاد لادال هادي بهاد الطريقة هاكا، وتجيب الفيريور هاد سميتو هذا، وتتعطيه بلون بحال هاكا، تتعطيه بلون عامر بلي زوفيغتيغ، بلون كبير في لي زوفيغتيغ هنا وهنا هنا، في نظرك واش هاد الفيريور هذا غيعرف كيفاش يحط هاد لادال هادي؟ فشنو غيدير الفيريور؟ غيبقى كل شوية يمشي عند لونتربيز، هضروا مع البيوديتيد شنو غندير هنا شنو غندير، فيبقى خدام ويسول خدام ويسول خدام، ويوقف ويطلع عند البيوديتيد، هنا راه وحالت ما عرفتش شنو غندير، واش ندير كروشي شحال غيكون في الكروشي هنا في لي زوفيغتيغ، هنايا هنا واش غنخرج لي زاتوند مثلا اللي هما فيرتيكال، واش نخرج لي زاتوند هكا ولا نوقفهم هنايا، واش نخرجهم من هاد الجهة هادي ولا نوقفهم، فهنايا هنايا وعد ما غيعرفش بزاف الحاجات من طبيعة الحال، لأنه ماشي مهندس، ما يعرفش كروشي شحال فيه، ما يعرفش فيه يحط الركوب روما،
ما يعرفش كيفاش غيفصل هاد لادار هادي. فانت تنتظر من الفيريور انه هو يفصل لك لادار، واخا ماشي الفيريور اللي غيفصل لادار. اذا خصك انجينيور، ولا خصك واحد، خصك انجينيور اللي تحطو في الشونتي اللي يبقى مقابل هاد لادار. كيفاش تحط الو غيبقى الوقت ديالو كامل هنا. اذا حنا تنهضروا على مساله ضياع الوقت، وانك نتايا عندك خدمه ولكن ملي تجي تعطيها للناس الخدامه خصك تفصل فيها وتقادها وكل شويه توقف على الصغيره والكبيره. وهذا اكبر غلط. علاش؟ لان هنا تضيع وقت بزاف بزاف، لانه ممكن انك تلقى حل احسن من هكا وتعطي الفيريور واحد البلون بحال هكا كما تشوفوا، بلون بحال هكا اللي مفصل ومدي طيب التفصيل الممل، حط كل بره فيه غتجي في لي زوفيرتير. وهاد لي بار اللي تتشوفو هنايا كل وحده بالروبير ديالها، مثلا اعطيكم مثال، مثلا هاد بره اللي هي 33 فيها 696 يعني 6 متر على 7 متر، والكروشيات ديالها فيهم 30 سنتيم. الوغ كيفاش غتحط هادي؟ غيتحطو تصعد هنايا، عافية غيتحطو، وغيتحطو عاوتاني تصعد من هنا حتى لهنا. الوغ انت عرفتي كيفاش غادي تحطو. تخيل معايا البلون كامل مخدوم بهاد الطريقة هادي، يعني ما تيخليش الفيريور او شي واحد فين يفكر. وباش ما نتسرعوش نخليو هاد المسألة هادي حتى الاخر، حتى نذكرو المشاكل كاملة اللي متعلقة بالشونتي. إذا هضرنا على مسألة الوقت، في إطار مسألة الوقت نيت واللي هي عندها علاقة بالمجهود اللي تيضيع، غنشوفو هنا واحد التصويرة، وغنهضرو على واحد المسألة مهمة. لنفرض أنك نتا لقيتي فعلا فيريور كابابل، ولقيتي أسيدي واحد لانجينيور اللي واقف عليه في الشونتي. غالبا مع ذلك ما تتسلمش من المشاكل اللي ممكن توقع. بحالاش؟ شوفوا معايا مزيان هاد التصويره هادي، انا غنوريها لكم. شوفوا معايا التصويره مزيان، الو خلي هادي ونشوفوا هادي. الا شفتوا مزيان هاد الكوفراج هذا فتيبان لكم ما شاء الله تبارك الله، الكوفراج مزيان، لي بار متحطين مزيان، الفرياج محطوط ما شاء الله عليه، يعني داكشي مغيز. شوفوا لي سباسمون كي داير، لي زيبانغل الى اخره، كلشي هنا مزيان. هذا تعطى واحد البلون كلاسيك، ولونتربريز واقفه على خدمتها وخدمات هادشي هذا زوين. هو هذاك ما علينا، ندوزو دابا للتصويره الثانيه. هنا ما عندنا حتى مشكل، ندوزو للتصويره الثانيه ونشوفوا المشكل شنو هو اللي غيوقع. علاش؟ الوغ فوالا، ها هما لي فيت دو بوطو. ملي جينا نحطو البريسيلي تخدمات مزيانه، السوميل الى اخره، تكولات لي فيت دو بوطو حطيناهم. ملي جينا نحطو البريسيلي شوفو المشكل شنو وقع. شوف هاد البريسيلي هادي جات فيراياج، شوف تسدات دوك التخابيل اللي غيكون فيهم ليتيش، شتيهم؟ وهذا اكبر مشكل. غترجع عند الفيلوديتي تقول له فوالا انا حطيت الفيراياج ديالي كما هو وكما يجب، ولكن ملي حطيت لي بريسيلي ها شنو وقع لي وشنو وقع لي. هذا مشكل كان ممكن توقع لونتربريز قبل ما تطيح فيه وتضيع الوقت وتضيع مجهود. كيفاش غتضيع الوقت؟ غترجع عند البيروديتي يقول لها انا هاد بعدا غضطر انها تحيد البريسيلي وغتشوف في رياج اما غتبعد من بيناتهم، وغالبا ما غيكونش حل. علاش؟ لانه غيجي البيروديتي راه يقول لها فوالا انا راه درت الكالكول على هاد لي بار هادو، هاد لي سباسمون هذا، الا جيت نكبر لك لي سباسمون راه خصني نكبر لك الديامتر. فشنو غضطر؟ غضطر لونتربريز انها تحل كاع لي سومين. وتخيل معايا انا هاد البروجي مثلا كاينه شي 30 سومين، غضطر لونتربريز تحل كاع لي سومين، كاع لي فيت بوطو، ديتاشيهم وتعاودهم بكادرات واحدة اخرى. هو ضاع مجهود كبير وضاع وقت كبير. شكون اللي غيخلص لونتربريز بهداك الشيء اللي ضاعت فيه؟ يعني على هادو مثلا تخيل معايا 30 سومين بحال هكا، وانت بغيتي ديتاشيها من جديد وتعاود طاشيها، شحال خصك من خدام؟ شحال خصك من فيريو؟ يعني خصك على الاقل واحد 3 ايام 4 ايام ديال الخدمه هي اللي حسب. يعني هادشي كله عنده علاقه، ديما حنا ملي تنقولوا الوقت والمجهود راه عنده علاقه حتى بالفلوس. وحسب نتايا، حسب نتا هادوك ثلاثه الفريورات ولا لي زوفريي اللي غادي يطاشيو هذا ويعاودوه ويحيدوا، عاد الحديد اللي يقدر يمشي اللي يقدر ما يخدمش. يعني مثلا الا قال لك انا نبدل لك الديامتر ولا سباسمون، يا صافي دير هاد الفيت بوطو ما بقاش خدام داك الفرياج ديالو. اذا فوالا سير قلب فين تخدمو فين تحطو. هاد المشاكل وهاد النوع من المشاكل كان ممكن لونتربريز توقعها. كيفاش غادي توقع؟ دابا بعجاله هضرنا على المشاكل اللي تطيح فيها لونتربريز او نيفو ديال الفرياج، وتضيع في الفلوس بالمعقول. راه شحال من واحد ما تيتسوقش هاد المسائل في اوروبا مثلا ولا غير في مصر. الناس بداو تيخدمو بدي تكنيك بدي بتقنيات خاصه
تقنيات خاصه باش تيفيتي بحال هاد المشاكل. لي زونتربريز في برا تيكون عندهم واحد دي تكنيسيان ولا دي زانجينيور اللي مختصين في لي بلون ديكزيكيسيون، تيقولوا لهم باللونجلي في شوب دروينغ، تقدر تقلب غير في يوتيوب مثلا غير عند المصريين هاربين علينا في هذه المساله هذه، دير غير شوب دروينغ بالعربيه عند في اليوتيوب وغتشوف الناس كيفاش تخدم الشوب دروينغ. شنو هو هذا الشوب دروينغ ولا لي بلون ديكزي ولا لي بلون ديكزيكيسيون؟ هما ديك الوصل ما بين لي بلون بيتو ارمي كلاسيك وما بين شونتي، ما يمكنش البلون اكزيكيتا الا ما داش بهاد المرحله هذه. شنو هي هاد المرحله؟ تيجيني واحد البلون من عند البيرو ديتيد كلاسيك كما قلت لكم قبيله بحال هكا، من بعد انا تنشد هذاك البلون كلاسيك وتنفصلو ونردو بهاد الطريقه. هي مسؤوليه لونتربريز وبعض لي زونتربريز من طبيعه الحال الا ما عندوش انجينير ولا ما عندوش شي واحد اللي يقدر يدير له هاد الخدمه غيمشي من طبيعه الحال عند بيرو ديتيد. لي بيرو ديتيد هنا في المغرب اللي تيديروا هاد الخدمه هادي ديال لي بلون ديكزيكيسيون محسوبين على رؤوس الاصابع، هما لي بيرو ديتيد الكبار. لي بيرو ديتيد الكبار، لي بيرو ديتيد الصغار ما تيديروش هاد الخدمه، وحتى لي بيرو ديتيد الكبار اللي كاينين حتى في الرباط ما تيديروش هاد الخدمه. يعني انا واحد المره سولت واحد بيرو ديتيد هنايا، بيرو ديتيد كبير اللي مخدم اكثر من 70 واحد، على واحد لوجيسيال سميتو ارماركاد، قلت له واش تخدموا به؟ قال لي لا ما تنعرفوش. يعني ما لي بيرو ديتيد ما تيعرفوش هاد الخدمه. الو شنو هي الافاده اللي غيستافدها لونتربريز ملي غيدير بلون بحال هذا؟ اول حاجه ما غيبقاش الفريور يقطع الحديد منه الراس، غيولي تعطى له دي طابلو بحال هكا، دي طابلو بحال هكا ديال الحديد، كل حديده شحال فيها؟ مثلا شوفوا معايا مثلا روبير ان، هذا الروبير هذا فيه 26 حديده، لا لونغور ديالها، الشيما ديالها، كروشي ديالها شحال فيه، وحتى البوا ديالها حتى شحال غادا تهز. غلا مشينا مثلا لهاد الروبير ان في بلون اكزومبل اللي عندنا، ها هو ان، غيمشي الفيريور غيلقى بان هاد ان ها منين مقسم وها كي داير، ها هما هاد لي بار هادو ديال السايز اللي تيتقسمو من هنايا حتى لهنا بهاد الكروشي وبهاد لا لونغور هذا. مثلا نمشيو الروبير دو، دو روبير دو في الطابلو، ديامتر ديال 25، النومبر البار 147 بار، تخيل معايا 147 بار. غنمشيو روبير دو، نلقاو بان حتى هو ها هو تتشوفو فيه مفصل ومقاد. الوغ هاد روبير دو غتجيبو من هنا حتى لهنا فيه 14 بارا، ومن بعد غتجي حتى لهنا لهنا وغدير واحد 16 بارا، ومن هنا حتى لتحت غدير 39 بارا، وهكذا. فتيولي الحديد مفاصوني مقاد مصايب، وعندو واحد السميه اللي تيجيو الناس عندهم واحد البلون ديجا مصايب، تيهزو داك الروبير، تيهزو دوك الحديدات اللي مقطعين مفاصونين، وعارف راسهم فين غادي نحطها. اذا ما غيحتاجوكش انت نهائيا، يعني انت ما غيحتاجوكش، حطو ليهم ونساهم، ما غيجي حتى شي واحد يسولك لا هاد البرا واش غندير لها كروشي لا هاد البرا. هالاولى هادي الاستفاده الاولى، وبالتالي انت منين الفريور ما غيبقاش يجي يسولك، هو غيوفر عليك اول حاجه وقت، ثاني حاجه شنو غيوفر عليك؟ ثاني حاجه ما غيبقاش يقطع الحديد من الراس، راه سمحوا لي راه تكليخه هادي انك تعطي الفريور هو يقطع، او تسول الفريور شحال خصني نجيب لك ديال الحديد. هذا راه صراحه راه ما كايناش، كاينه عندنا واقيلا في المغرب، والله كاينه عندنا في المغرب اللي لونتربريز تمشي تسول الفريور شحال نجيب لك ديال الحديد. كاين جوج طرق باش تقطع الحديد او باش تجيب الحديد. الطريقه الاولى هو انك تجيب الفيريور ديالك وتجيب هاد لي طابلو هادو وتدوزهم واحد اللوجيسيال سميتو كيت اوبتيمايزر ولا شي حاجه بحال هكا، دابا نشوفو من بعد اللي هو هذا، اللي هو اللي تيقوم بالدور ديال الحداد. من طبيعه الحال الحداد ما غيقومش بنفس الدور ديال هاد اللوجيسيال، لان هاد اللوجيسيال بروغرامي اي باش يقلل لك لي شي اقصى ما يمكن، اقصى ما يمكن، وما يمكنش الفيريور غيخدم بنفس العقليه ديال اللوجيسيال. هاد اللوجيسيال بروغرامي وراه غراتوي وفورماسيون ديالو موجوده في الانترنت، فيه 1 ميغا ما كاملاش، غتلقى سميتو كيت اوبتيميزاسيون، ها هو غتلقى في الانترنت وغتلقى فورماسيون ديالو، غتلقى غالبا بالعربيه عند المصريين تبارك الله عليهم تيخدمو بهذا الشيء هذا، وساهل بسيط، ما تدخل غير هاد لي طابلو هادو اللي وريتكم هنا، هاد لي طابلو ديال الفراياج،
وهو تيقطع لك الحديد باش يخلي لك اقل ما يمكن ديال الليشيت. من بعد نديرو عليه شي فورماسيون ان شاء الله نشرحو لكم بالتفصيل المهم. هالحاجة التانية، انت تهنيتي من الليشيت وغتوفر واحد القدر ديال الفلوس ممتاز وغتوفر وقت. اجي نشوفو شنو غتوفر عاوتاني ملي تخدم بلون بحال هذا. تيوفر عليك حاجه واحده اخرى، شنو هي؟ هو الميتري ديال الحديد. تيولي عندك هنايا الا شفتو فتحت لي طابلو او ميم طو، انا تنفصل هاد الحديد وتنقادو وتنعطي له روبور اوتوماتيكمون تعطيني ميتري. ميتري ديال الحديد 12 شحال غيكون فيه، ديال 16 شحال غيكون فيه، ديال 20، ديال 25. شاك بار هنايا شاك اليمون شحال فيه، يعني ممكن ناخذ مثلا انا غير واحد البارتي من الباتيمون ونعرف البوا شحال غتهز ليا. اذا ما بقاش نسول انا الفريور شحال غنجيب في ستوك. مثلا انا عندي بلونشي ديال الغيت شوسي، عندي مثلا بلونشي ديال الغيت شوسي، عندي طابلو شحال الغيت شوسي غياكل ديال الحديد اكزاكتون. وغنمشي هاد الطابلو هذا غندوزو في كيت اوبتيميزاسيون وغيعطيني واحد الطابلو بحال هكا واحد اخر كيفاش غيقطع الفريور الحديد، وغنجيبو له ونقول له شوف ها ستوك ها كيفاش غتقطع الحديد. يعني ها هي جوج الحاجات غتضرب. ها انت ما بقيتيش تتسول وبقيتي عارف الحديد ديالك بالضبط بالضبط، ماشي غير تخمينه، بالضبط شحال غتحط. و او ميم طون تنيتي من لي شيت وتنيتي من المساله ديال الوقت. هو الموضوع صراحه انا راه ما موجدش له والله العظيم، ولكن هو راه موضوع زوين وفيه ما يتقال، فيه بزاف الحاجات ما يتقال. انا تنحاول دابا غير او ميم طون نهضر ونفكر شنو نقدر نفيدكم في هذه المساله هذه. واحد القضية تلاحظ عاوتاني، مثلا الفريور اللي جبتي له واحد الضالة بحال هكا وعطيتيه غير هاد التيب كلاسيك، وهي الضالة فيها اوفيرتيغ من هنا وفيها اوفيرتيغ من هنا. تخيل معايا دابا هاد لي بار، هادو هاد لي بار اللي غيجيو هنا مثلا غير هذا وهذا وهذا، هادو دي بار فاريابل. دابا الفريور او الشاف شونتي ملي غيبغي يقطع لك هاد لي بار هذا غيضطر انه يمشي يبدا يعبر في الشونتي، يعبر هادي ويعبر هادي ويعبر هادي ويعبر هادي، مضيع الوقت مضيع وعاد قطع، وربما ما يجيب داك الشيء اكزاكت، ما يجيبوش هو هذا. هنا مثلا بهذا اللوجيسيال هذا راه بكليك بكليك، ها هو انا مثلا مروبيريه، وهادو راه دي بار فاريابل، ها هما غيعطيهم ليا دي بار فاريابل، وهنا تيعطيك لي لونغور ديالهم ديال شاك بار. انت تتشوف ا ا ا بي ا سي، وكل وحده بلا لونغور ديالها هي 15، وتلقى وحده فيها 16، كل وحده كل وحده بلا لونغور ديالها اكزاكت، وفي الاخر حتى البوا ديالها شحال غتهز. هي مثلا هنا راه فيها مثلا 1060 كيلوغرام، يعني طن، في هاد لي بار هادو اللي تتشوف هنا اللي هما فاريابل، فهمتيني؟ الوغ وكاين بزاف بزاف الحاجات. اذا دزنا على مسألة الوقت اللي غتستافد منه، دزنا على مسألة الفلوس، دزنا على مسألة المجهود، بقى غير لونتربريز تفكر انها ما تبقاش تخدم لي مويان كلاسيك ولا ديك الطرق التقليدية الكلاسيكية في الخدمة ديالها. تحاول تأوغمونتي شوية الخدمة ديالها وتعرف بالنسبة لهاد لي بلون هادو راه فعلا هو كاين مشكل، أن اللي بغاو دي تيد ما كاينينش اللي تيديرهم بزاف قلال، ما كاين دراري تبارك الله اللي تيديرو هاد سميتو هذا. يقدر لونتربريز تخيل معايا دابا ديك لادا اللي حسبنا لقينا فيها 7 المليون ضايعة، شحال غتعطيها للتكنيسيان هذا غتجيبو يعرف ارماكاد ولا يعرف ادفير لوجيسيالات اللي تدير هذه الخدمه هذه. من بعد تيجيو لي بلون كلاسيك عندك نتايا مع عند بيغوديتي، تتشدهم تدير لهم هذه الخدمه هذه، تتعاود تيريهم تتعاود ترجعهم لبيغوديتي باش يفاليديهم. ان فوا غيفاليديهم غتشدهم غتمشي تخدم مرتاح وغتكسب وقت ومجهود وما غطيحش المشاكل. واحد القضيه واحده اخرى اللي كنت تنقول قبيله اللي هضرت على ديك البريسيلي والحديده اللي فيها، هو واحد الافاده واحده اخرى هي توقع المشاكل. انت ملي تتكون تخدم واحد البلون دي طيف بحال هكا غطيح في بعض المشاكل بينا بحال اللي وريتكم في التصويره قبيله. انت غترجع عند بيوديتي تقول له فوالا حنا حطينا الحديد هنا راه غيوقع واحد المشكل، هو ان البريسي اللي من عند جيو نحطو ليتيج راه ما غيدخلوش لينا. انت هاد المشكل هذا ممكن توقعو الا كنتي تدير هاد لي بلون هذا، ها هو غيوفر عليك وقت ومجهود عاوتاني كبير وزيد وزيد. فاسمحوا لي انا والله ما موجدتش لهاد الفورماسيون هادي، غير جات مزروبه. فانا تنوعدكم ان شاء الله غندي طيي فيها مزيان وغنجيب لكم واحد البلون تيب اكزومبل غنجيبو لكم. بحال دابا مثلا انا هاد لي زيسكالي هادي كنت خدمتهم في طونجي ديال واحد السيد اللي بغى يعطي لونتربريز، بغى يعطيها واحد الدروج عنده في الانتيريور في الفيرلا ديالو. الوغ هاد السيد انا ملي بغى يعطيهم هاد البروجي هذا
كل واحد وشحال تيقول له ديال الثمن، فوالا واحد تيقول له لا راه تاكل الحديد بزاف، الاخر تيقول له كل واحد تعطيه واحد ديستيماسيون. فجا عندي قال لي انا بغيت ندير واحد المتر ديال الحديد لهاد البلاصه هادي. قلت له فوالا انا ندير لك اكثر من هكاك، انا عندي لك بلون ديكز، يعني عندي لك بلون ديكز اللي غتوقع فيه المشاكل اللي غيكونوا او ميم طون، يعني يعطيك واحد البلون مفصل من ديتاي تقدر كاع تجيب فيريور ديالك راسك، ما تجيب لا انتربريز لا حتى شي حاجه، جيب فيريور وقول له ها البلون، حط لي هذا الحديد انا قطعه حطه لي هنا. وبالفعل عطينا صيبنا له هذا البلون ديتاي هكا، يعني انتم تتشوفوا لي مارش بالحديد كل وحده بالروبير ديالها، بالبار كيفاش غادا تكون مفصل، مقاد 11 بار هنا 14 هادو ديال 10 كي دايرين الى اخره، كلشي مفصل حديده بحديده بالديتاي ديال الديتاي. وفي الاخر يعني ملي تتسالي نتا الخدمه اوتوماتيكمون تيعطيك هاد لي طابلو هادو اللي فيهم كل بار شحال فيها وبلي كوت ديالها، وفي الاخر تيعطيك الميتري ديالها. وهادي هادي نقطه مهمه، لان انت شحال ما شحال ما حسبتي عمرك ما غتخرج، عمرك ما غتخرج الحديد اكزاكتومون اللي غيكون في ليكزيكيسيون، تخرجوا غير تدير غير تخمينه، تدير واحد الحساب ديال لا سيرفاس ديال كدا ندير هادي ندير هادي، ولكن عمرك ما تخرجو كما هو. هنا تتولي تتحكم في الحديد، تتولي تعرف فعلا شحال ديال الحديد غادي يمشي لك. مثلا هنا يشوف هاد الدروج قداش والتخربيق داو تقريبا شي طن و 235 كيلوغرام، وهنا غتلقى شاك ديامتر، كل ديامتر شحال دا، مثلا السيس شحال دا، الويت شحال دا، الديس شحال دا. فهنا تعطيك فكره تاع لما غتبغي تجيب ستوك ديال الحديد غتعرف شنو غادي تجيب. يعني انا لنفرض مثلا انت عندك مثلا جوج طون ديال الحديد ستة، فانت عندك فكرة شحال غتجيب ديال الحديد، عندك جوج طون ديال اربعة طون ديال تمنية مثلا، عارف راسك شنو غتجيب ديال الحديد، ما تبقاش تسول الفيريور شحال خصني ديال الحديد انا ولا شحال خصني ديال الحديد. نتمنى ما نكون ما نسيت حتى شي حاجة، رغم انني اكيد نسيت بزاف الحاجات، فكانت مزروبة ان شاء الله. غادي نحاول نديطاي اكثر ونوجد واحد الفورماسيون ولا واحد اللايف ولا واحد الفيديو اللي يكون ديطاي اكثر بالمعلومات، ونجيب لكم واحد بروجي اكزومبل كيفاش تخدم بطريقه كلاسيكيه وكيفاش تخدم بالطريقه ديال لي بلون ديكزي ديكزيكيسيون، وشنو الفرق ديال المونطون بعديات بيناتهم، وشحال ربحات لونتربريز. غنجيب لكم هذه القضيه هذه ان شاء الله في اقرب وقت. هذه الاولى. ثاني حاجة بغيت نشير ليها هو انه لي بلون ديكزي انا عطيتكم غير اكزومبل بسيط على الفيراياج، راه خوتي لونتربرونو راه خصكم تفكروا في هذه المسألة ديال لي بلون ديكزيكيسيون. لي بلون ديكزيكيسيون راه ما تيتصايبوش غير في الفيراياج، راه تيتصايبو في الفيراياج، في ليكتريسيتي، في لارشيتكتور، في الريفيتمون، مثلا التقطاع ديال الكارلاج ولا التزليج، مثلا في القوادس كيفاش تيتقطعوا، في لي بلون ديكزيكيسيون تيوفروا عليك بزاف ديال الفلوس، ما تبقاش تسول المعلم شحال نجيب لك هنا ولا شحال نجيب لك هنا، تعطيه بلون ديكزي اللي ما غيعاودش يجي يسولك شنو غندير هنا ولا شنو غندير هنا، و او ميم طون غتحط له السلعه اللي انت عارف هذيك السلعه هي اللي غادا تقد. هادشي اللي كاين الخوت، ان شاء الله في فيديو واحد اخر غنديطيو هاد الامور مزيان، الله يسر الامور. بالنسبه لهاد الخدمه هذه، كاينه واحد البي او دي تي اللي بدا واحد الاصدقاء هنايا في الرباط، واحد الصديق دخل دي تكنيسيان وبدا تيدير هاد الخدمه هذه. اللي بغى شي حاجه او بغى يسول او هذه، نقدر يراسلني ونحط لكم نمرة التليفون ديالو، عيطوا له وشوفوا سولوا على راسكم وجربوا ديروا تيست، علاش لا، جربوا في شي بروجي خدموا بالطريقه الكلاسيكيه وخدموا بهذه الطريقه دي وشوفوا شحال غيوفر عليكم. الا وفر عليكم دي مونطون صحاح نبينا عليه السلام مزيان، خدموا بهذه الطريقه. ما وفرش عليكم ولقيتو غير مديال، صافي رجع للطريقه الكلاسيكي ديالك وخدم عليه، رغم انني اكيد غتلقاو فرق كبير ما بين هكا وهكا، لان الناس في اوروبا ولا غير في مصر مثلا هي احدانا راه تيخدموا بهاد لا فاسون. انا كما قلت لك دخل غير اليوتيوب دير شوب دروينغ وغتشوف شي عالم واحد اخر في هذه المساله. هادشي اللي كاين، نتمنى لكم الخير، رمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد مسبقا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.